السلام عليكم. صنعاء المليحة التي عشقها السل والجرب ذات يوم، بات عشاقها كثر من المجرمين والقتلة والسراق لأقوات الناس ومصادر دخلهم. صنعاء المليحة التي باتت أرضها محاطة بالحقد والطمع، وسماؤها مستباحة بصواريخ لا تعرف طريقها إلا صوب المدنيين. صنعاء في يومياتها المقهورة تصبح كل يوم تتفقد أحبتها وتحاول أن ترمم جراحهم، ولكن كيف لها ذلك وهناك من يحاول افتراسها كل يوم؟ تتجدد الأحداث على صنعاء وساكنيها، وكل يوم يبدع رئيس العصابة بقرار وحصار وابتكار لخلق ضيق جديد وقهر أجد. فما إن أعلن التحالف الحصار البري والبحري والجوي دون مراعاة لحق المواطن اليمني الإنساني، حتى أصدر رئيس العصابة توجيها باتخاذ إجراءات تمكن سلطة الإنقلابيين من فرض سيطرتها على المشتقات النفطية المخزنة في خزانات شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة ونقلها إلى المخازن في العاصمة صنعاء. ثم بدأت ميليشيا الحوثي بفرض رسوم شهرية على طلاب المدارس الحكومية بمسمى دفع مرتبات المدرسين. وكشفت وثيقة عن توزيع قسائم لطلاب المدارس تتضمن مطالبات الأهالي بدفع رسوم شهرية في مخالفة صريحة للنص الدستوري الخاص بمجانية التعليم. إذن فساد مالي يزيد، وسوق سوداء تزدهر، ومطالبات للأهالي الذين يعيشون دون رواتب بما يشبه الجزية لتعليم يعد مجانيا. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نعود للحديث عن يوميات القهر في صنعاء ومدى ما يعانيه الأهالي منذ أن قررت ميليشيا الانقلاب وصالح اجتياح المدينة. أناقش هذه الحلقة مع ضيفتي هنا في الاستوديو الصحفية والناشطة الحقوقية نبيلة سعيد، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة نبيلة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك في هذه الحلقة. وكالعادة قبل أن نبدأ حوارنا دعينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. صنعاء تحت سلطة الميليشيا، عنوان عريض لجرائم وانتهاكات بدأت منذ الانقلاب لكنها لم تنتهي. مواطنون بلا خبز ولا أمان ولا كرامة، هكذا يعيش سكان هذه المدينة يوميات القهر في عهد الميليشيا. لا شيء هنا سوى مزيد من الفقر الذي يحيط بأسر توشك على الموت جوعا، ولا صوت يعلو غير صوت البارود وقمع الحريات. جديد صنعاء هذه المرة سلسلة جديدة من النهب المنظم، بدأته ميليشيا الحوثي بفرض رسوم شهرية على طلاب المدارس الحكومية تحت مبرر دفع مرتبات المدرسين. هذه قسيمة لطلاب المدارس تتضمن مطالبات الأهالي بدفع رسوم شهرية لتكرس واقعا ينذر بمستقبل لا يقل سوءا عما آلت إليه أمورهم اليوم منذ الانقلاب. وحدهم المواطنون من يدفعون ضريبة الانقلاب والحرب معا. وضع إنساني بالغ التعقيد، ودولة منهارة تسيطر عليها ميليشيات منفلتة. فالميليشيا التي تبرع في فرض الإتاوات تواصل احتكار المشتقات النفطية وتحيلها إلى السوق السوداء لتمويل حربها كما يقول ناشطون. هذه الوثيقة تحمل توجيها من صالح الصماد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي، يلزم شركة النفط اليمنية بتفريغ المشتقات في مخازنها بالصباحة دون أن تتصرف في أي كمية منها، كونها مملوكة لتجار ولا تجار هنا إلا تجار السوق السوداء التي فتحت أبوابها لتأكل ما تبقى من صبر اليمنيين وقوتهم. تنعدم أبسط مقومات الحياة من غذاء ومياه للشرب وأدوية. مكابدات وعقوبات جماعية تمارسها ميليشيات الحوثي منذ إسقاط الدولة واجتياح البلاد تفاقم أزمة الصراع في اليمن. فهنا البطش بكل من يحتج والثأر من كل المخالفين أخرس كل الأصوات التي امتلأت بهم المخافر والسجون، آخرها ما أظهره هذا المقطع المسرب الذي أظهر تعذيب الميليشيا لمغترب يمني في السعودية بعد اختطافه أثناء عودته إلى اليمن، لمجرد أنهم عثروا في هاتفه على مقطع فيديو يهاجم إيران. إذن أستاذة نبيلة، صنعاء كما يقول الناس وكما نتابع يعني مع أهالينا تعيش أيام كآبة غير مسبوقة. صنعاء التي عرفناها لم تعد كذلك.
الناس حالتهم صعبة للغاية، أوضاع سيئة، كل يوم يأتي بالأسوأ. كيف تتابعين أحوال الناس هناك أستاذة نبيلة؟ الحقيقة الوضع يعني عامة على اليمن من أقصاها إلى أقصاها وضع يعني شبيه بال يعني لا نريد نتشائم كثيرا ونقول بالموت البطيء، لكن وضعا أشبه يعني عاصفة إنسانية يعني شاملة كما يفسرها كثير من المتابعين من منظمات المجتمع المدني التي يعول عليها البحث في قضايا حقوق الإنسان، وبأن اليمن الآن تعيش حاليا في هذه اللحظات أسوأ كارثة إنسانية متشعبة الأوجاع، يعني على مستوى الجوع وعلى مستوى الأمراض المنتشرة والأوبئة الكثيفة الحقيقة، ومع الأسف يعني هذا الكلام، فضلا عن ما بين فترة وأخرى ما يحدثه قصف التحالف ومناوشات وسيطرة وتنكيل يعني شرعية أو سيطرة الإنقلابيين على مستوى يعني الآن الحمى طالت تعز قبل فترات وما زالت تطالها، والآن انتقلت هذه الحمى العاصفة إلى صنعاء. صنعاء المترامية الأطراف الآن تعيش وضعا مأساويا، يعني من بداية شهر سبتمبر يعني مع دخول العام الدراسي الذي لم يدخل حقيقة يعني بالمعنى المنطقي والواقعي، لم يدخل هناك عاما دراسيا على صنعاء، فضلا عن بقية المناطق التي تناضل للحصول على أبسط الحقوق في عام دراسي. نحن نعيش يعني فعلا وضعا يعني لو أكثر يعني سداسية الأوجه من ناحية الوجع والألم والكارثة الإنسانية الحقيقة، وما أدري ويعني نقول ماذا يعني أكثر مما يحدث الآن في صنعاء، يعني ماذا عد نتوقع يعني أكثر من ذلك. نعم يعني مثلا السوق السوداء للمشتقات النفطية أستاذة نبيلة، يعني ما إن أعلنت تحالف الحصار حتى ظهرت الأزمة فجأة، هي هذه الفرية التي منيت بها اليمن في أول مسلسل الإنقلابيين حول ما يعني حول برنامجهم لرفع الثقب الاقتصادي كما قيل، يعني ما زالت هي هذه الجرعة. نفس الجرعة أو نفس الفرية التي يفتروا بها على اليمنيين وعلى يعني وينكلوا، وأنه كلما ضاقت مسكوا هذا الخيط يعني أو أمسكوا بهذا الخيط، لا يعني لأنه هو يمكن صمام الأمان البقاء لهذه الميليشيا في معاني السيطرة أو ما يمكن أن نسميه يعني مضامين للسيطرة على اليمن يعني. نعم، إذن يعني برأيك أستاذة نبيلة، يعني ما إن أعلن التحالف الحصار البري والبحري والجوي، يعني تحركت الميليشيا فورا بنقل المشتقات النفطية إلى صنعاء وخزانات الموجودة في الحديدة إلى صنعاء، إمعان في الحصار، ظهور فجائي للسوق السوداء، اختفى البترول تماما، يعني لا يعقل أن يعني على الأقل أن يكون ما هو موجود أن يكمل حتى أسبوع على الأقل، يعني هذا في نفس اللحظة حصلت الأزمة وخرج الناس إلى المحطات لا يجدون شيئا، يعني لماذا يمعن الحوثيون يعني وهم سلطة انقلاب في تعذيب الناس والعزف على آلامهم بهذا الشكل برأيك؟ يعني هو أبسط تحليل ممكن يظهر، يعني أنه هؤلاء لا يتقنون غير لغة الموت، يعني ما عندهم في الخارطة إلا لغة اللعب على أعصاب وعلى مستوى صمود اليمنيين، يعني برغم أنه ليس مطلوبا من اليمنيين أن يصمدوا أكثر مما قد صمدوه يعني خلال السنوات التي مرت، وهذه السنة الآن تناهز الرابعة على مستوى من التنكيل والتعذيب. صحيح أن هذا الوضع قد يعلم اليمنيين أشياء كثيرة، لكن يعني نحن أمام واجب إنساني وأخلاقي ووطني وديني وقيمي تجاه هذا البلد، يعني من كل الأطراف في الخارج والداخل. فيعني هذه الممارسات التي تم الآن هي تعري أصحاب هذا المشروع أمام المجتمع الدولي، أمام كل شخص ممكن ما زال يعني يدافع أو ما زال يتحمس لفكرة ما تسمى بال يعني الحرص على اليمن كما كانوا يسميها الانقلابيين في أول ما بدأوا يباشروا موضوع الدفاع عن الزيادة النسبية في موضوع البترول والجرعة. نعم، يعني نتذكر أيضا أستاذة يعني أنت تذكرين هذا الأمر، يعني كيف أن يفترض أن نتكاتف مع، لكن للأسف الشديد ما يحدث خاصة في الداخل، يعني الأزمة تظهر
الجشع يظهر بصورة أكبر، هناك تخزين للمواد الغذائية، هناك ارتفاع جنوني للأسعار رغم أنها موجودة، يعني لم تتأثر بعد لا بارتفاع الدولار ولا بمسألة الحصار، ولا يعني ما إن يعلم التاجر أن هناك إشكالية إما بالدولار وإما بالحصار، حتى رفع السعر وهي بضاعة موجودة في المخازن. يعني برأيك، والإشكالية الكبرى أن يعني حتى لو عادت الأسعار ورفع الحصار، عاد سعر الدولار ورفع الحصار، لا تعود الأسعار إلى ما كانت عليه. ما هذا الوضع الذي يجعل الناس بهذا الجشع؟ يعني يفترض أن التجار يعني أن يكونوا أكثر إحساسا بالمواطنين وهم يعيشون في نفس الأوضاع التي يعيشونها. يعني لو إحنا يعني بنشخصها أكثر وبيكون فيها نوع من الوجع، الحقيقة هذه الأشياء تظهر حقيقة الموقف المفترض يتخذه اليمني تجاه اليمني، يعني حقيقة ما يمكن أن يتعايش به اليمنيين. الأصل والمفترض أن يقول أنه هناك يعني جولة لليمنيين حتى تتبارى فيه نفسياتهم بشكل أفضل مما هو عليه الحالي. يعني ممكن ما يحدث في اليمن يعني يقف بنا على مستوى ما يمكن أن نقدمه لبعضنا البعض، يعني ما يمكن أن نقدمه ونساند فيه بعضنا البعض، لا أن يختلف الوضع. يعني هذه الصورة التي فعلا نتألم أو نتأسى أو يعني يخجلنا أن تظهر مباشرة، مثلا مصادرة يعني المواد الغذائية وبيعها في السوق السوداء، أو يعني مثلا يعني نقول المباراة على طعام الناس، يعني على أهم أساسيات الناس أو على الخدمات الأساسية التي ما زال يتعايش عليها الناس برغم أنها لا تمثل شيء. لكن في الطرف الآخر، في الوجه الآخر، ولا في الضفة الأخرى، ممكن نقول على اليمنيين أن يبذلوا جهودا إضافية حتى يعني تخرج البلد إلى بر الأمان، أو حتى يصل المتسايسين إلى مرحلة يخرج في هذا البلد إلى حيز النور. الحقيقة نحن نطالب أن يعني هذه الحرب أن تقف، وإذا لم تقف يعني لابد أن تقف، لابد أن تكون هناك سياسة عاجلة في وقف هذه الحرب. هذه الحرب تحصد الأبرياء، يعني تحصد أبرياء في أقواتهم، في أرزاقهم، في مستقبلهم. يعني هذه الحرب تضع حدا لاستمرار الحياة أيا كانت هذه الحياة، يعني حتى وإن كانوا على قيد الحياة لكنهم أساسا يعني مبعدين عنها بمعانيها الكبيرة. يعني صرفهم عن التعليم، صرفهم عن مواصلات حياتهم كناس طبيعيين، يعني كمستوى طبيعي للحياة، أصبح يعني كأن إحنا أمام غابة. يعني نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور محمد الزوبة، الخبير الاقتصادي من صنعاء. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور عليك. أهلا بك دكتور محمد. يعني أزمة اقتصادية خانقة تمر بها صنعاء، أوضاع أصبحت صعبة للغاية، سوق سوداء تظهر كلما يعني تم الحديث عن حصار، طوابير البترول يعني أصبحت بلا نهاية. كيف تصف الوضع وكونك خبير اقتصادي؟ أشكر المرة الثانية على الاستضافة. وحقيقة نحن نعاني في صنعاء من أزمة لم يسبق لها مثيل، وتمر الأيام كآبة على المواطن في الشارع اليمني. وما يصير هذه الأيام هو عبارة عن ناتج لما قامت به سلطات الأمر الواقع من تغيير النظام الذي كان اجتهادي فيما يخص المشتقات النفطية. كانت شركة النفط اليمنية تقوم بشراء المشتقات النفطية وتوزعها على الناس، ولكن يبدو أنه هناك مصالح وتجارة في هذا الموضوع، وتواصلت هذا المصالح إلى ما وصلنا إليه. سبقنا وحذرنا من قانون تعويم المشتقات النفطية، وناضلنا وحولنا هذا الكلام، ووصلنا إلى النائب العام الذي يحكم سلطة الأمر الواقع في صنعاء بأنه المشتقات النفطية هذه هي خطة أحمر، وهي التي سوف تؤثر أولا على سعر الريال وعلى القدرات الاقتصادية، وأيضا سوف تؤثر على اقتصاد البلد. يا سيدتي، ما يحصل في صنعاء في هذا الموضوع عبارة عن جريمة كبرى. طبعا أنا كنت من أول المنادين بتعويم المشتقات النفطية، ولكن بطريقة علمية، بمعنى أننا حدها على السعر العالمي، ولكن أثبت شركة النفط بأنها تقوم بهذا العملية تجارية فنية بمستوى علمي مدروس تقوم بها الشركة. ولكن عندما تحول التعويم إلى مرحلة من التجارة السوداء تستخدم فيها تجار أكثر من 20 شركة كلها تشتغل لصالح
القوة الجماعة الحاكمة في صنعاء والتي تتحكم بمصير الناس. يا سيدتي الجماعة، هذولا بنوا في خلال هذا السنة الماضية حوالي 1.5 مليار دولار مداخيل من الشعب اليمني الفقير الذي يموت جوعا في الشارع. هذا الكلام مش من عندنا، هذا كلام كتبته الأمم المتحدة واليوم الرايس واتش وعلنت فيه، هذا كلام واقعي. الآن اليوم أنتم قدمتوا هذا العريضة، طيب لو تسمعي أنت أو تشوفي وثائق وزارة النفط، ووزارة النفط يعني تشتكي من سلطات الحوثية الأمنية أنها تمنع توصيل البترول إلى صنعاء. تمنع توصيل المشتقات النفطية إلى صنعاء وتحت جزاف الحديدة، في هناك مسائل من وزارة النفط في هذا الموضوع. طيب يعني الآن الحوثي عندما طرحنا وقلنا يا جماعة إلغوا قرار تعويم المشتقات النفطية، هذا كذا الخاطئ وهذا لا يجوز. وعلى فكرة أول من نادى بالجرعة أو قام بحرب ضد الجرعة في أيام هذه هو أنا غريب ضغط على قناة المسيرة وحمست الناس، قلت لهم يا جماعة الخير هذا خطأ، الحكومة أنا ذاك يعني رفعت إلى 3 إلى 4 ألف ريال وعملوا هذا الكلام كله. الآن من خلال منبركم أقولها المرة الثانية، يا جماعة افهموا يا أخواننا الحوثة افهموا هذا كلام خطأ، هذا كلام لا يجوز لا يجوز لا يجوز. اليوم بباب 11 ألف في شارع في دارسل 11 ألف، عبارة عن محطات منتشرة في شارع هناك بالكامل. خذوا اليوتيوبات التي موجودة الآن في السوشيال ميديا وشوفوا كم بيبيعوا الناس، الناس بيبيعوا ب 11 ألف اليوم. الآن بتورد الغاز من مأرب ب 1800 ريال وبيباع في صنعاء ب 5000 و6000، يعني كيف الكلام هذا؟ طيب أنتم بتوردوا يعني منتج محلي صافر في مأرب بتبيع لكم ب 1800 ريال، أنت تبيعها في صنعاء ب 5000، إيش الكلام هذا؟ ايش بالاداره وايش بالحكومه هذه اليوم؟ اذا كان وزير النفط بن معيلي هذا جالس يعني في داخل صنعاء مش عارف ايش، يا اخي قدم استقالتك. شركه النفط اليمنية يعني انتم مش قادرين تتفقوا مع صالح الصباط على هذا المواضيع الذي قدم، يا اخي قدم استقالتكم، روحوا بيوتكم يا جماعه. احنا كان يعرضوا علينا هذا الظلم، ما نشتغل ولا عندكم وزارات ولا نحتاج وزارات، احنا ما بندخل في هذه الفضيحه التي بتتم داخل اليمن. لكن انه تكون أنت جزء من هذا المصيبة بتعصب اليمن وبتوصلنا إلى مرحلة يعني من العجز الغير قادر. ثانيا أنا شد أوصل رسالة للتحالف الليلة، لأنه إحنا قصدنا من الكلام هذا ليس كلام للدعاية الإعلامية أو المهاتلات الإعلامية. نعم. هم يعرفون الحوادث ويعرفني العزيز السابق. إحنا الأولى ذكر رسالة للإنسان اليمني. فإذا كان من خلال الإنسان اليمني نحاول أن نوصل رسالة ثانية للتحالف، ونقول يا تحالف إذا كان من عقوبات لا يتم تنفيذها على الشعب اليمني، لا يجوز تنفيذ، الشعب اليمني مغلوب على أمره، الشعب اليمني لا يمكن أن يتحمل أكثر مما هو فيه. الشعب اليمني 80% من السكان الآن يعيش على الدين العام وعلى ممتلكاته وبيبيع الممتلكات والمدخرات التي دخلت طول فترة حياته. الآن لا يوجد رواتب في صنعاء ولا يوجد مداخيل، الحياة منهارة الاقتصادية والحياة الاجتماعية منهارة. نبتجي من التحالف، وكما قلنا ذلك وقبل حوالي 10 أيام على منبركم هذا، وقلنا التحالف يجب أن يضخ أموال. شكرا. الآن بدأوا يفكروا صح، يضخوا أموال البنك المركزي، يعملوا لنا تعديل وتوازن معه. طب هل تعد هذه دكتور يعني في ظل ازدهار السوق السوداء بهذا الشكل وبهذه الاسعار المبالغ بها، يعني شاهدنا ربما انت تابعت مذكره صالح الصمادي يوجه فيها بتخزين البترول في مخزن صباحه في شركه النفط، بينما يعني الناس يطوبروا من يومين ومن 3 أيام لما التخزين يعني، وهل فعلا هناك مخزون من النفط لما يعني يكفي المواطن الى لمده 2 كما قرانا في الصحف، ام ان هذه ايضا مبالغات؟ خليني اكلمك على موضوع اكثر الليله، انتم اول مره تسمعوه واول مره يسمعوها الناس الجمهوريه اليمنيه. تفضل. اثبتت الوثائق التي بين ايدينا ان الجماعه الحوثي او جماعه سلطه الحكم الواقعه في صنعاء تستلم واردات من المشتقات النفطية من إيران ما يصل إلى 40,000 برميل نفط يوميا تقوم بإدخالها عن طريق ميناء رأس عيسى. نعم.
هذه يعني إيرادها اليومي لا يقل عن 4,400,000 دولار، معناها أنه أنت في الشهر ستحصل على حوالي 130 مليون دولار في السنة، تقريبا حوالي 1,600,000,000 دولار. هذه كلها بتقول هذه العصب الحركة الآن اللي بتعتمد عليها الحوثي في المجهود الحربي، هذا اللي بيعمله الآن، هذه الإمكانيات المادية. وبالتالي ما تقول لي أنه بيحاصر صنعاء، هو مش بيحاصر صنعاء على أساس حاصر صنعاء زي ما الأخت اللي موجودة في عندي في 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 الجلسة هذه. الفكرة عند الجماعة ليش فكرة سريالية بمعنى أنه مبسوطين وأنه إحنا نشيد عدد باليمنيين وبس، هذا قضية ثانية. الجماعة هذا لهم فكرة آخر، الفكرة يعتمدوا على أنه كيف بإمكاننا إحنا نواصل حرب على ظهر المواطن اليمني. المواطن اليمني هذا هو اللي بيدفع فاتورة الحرب، بمعنى أنه أنا لما أوقف السلعة هذا على السوق اليمني وأرفعها، المواطنين بأصبح مرتوابي، وبالتالي احتكار السلعة هذا بأيدي تجار محددين. المذكرة واضحة، هي بتقول سلموا للتجار المحتكرين، وهنا بنقول هذا الكلام، هذا الكلام هو عندما أصبح الشركة النفط بدل ما كانت هي المشترية وهي البايع على الباطن، أصبح الآن تقاتل حكومة صنعاء على أنها تبقي قانون تعظيم المشتقات النفطية هذا باقي إلى ما لا نهاية. وكل يوم نقول هذا الكلام، نقول قانون تعظيم المشتقات النفطية وتسليمه إلى التجار، هذا مكنهم من سوق سوداء استفادت منه جماعة الحوثي في هذا المبالغ. وأنا أقولها وأقول صراحة، بعض الناس الأخوان الذين لا زالوا يفكرون بعقلانية ومصداقية من الحوثيين ويسألوني، أقولهم يا جماعة أصحابكم زيدوا فيها زيادة عن اللزوم، هذا الذي بيعملوا كلام خاطئ، لأنهم الآن بيسحبوا الناس الذين يسبقون معهم. كيف أنت يعني تبحث عن صمود ناس وأنت في الجماهير معك وأنت في نفس اللي بتسحقها، أنت بتذكرها من النهب، يعني عندما يرسل صالح الصمود هذا الكلام. وعلى فكرة رسالتكم هذه ما هي الوحيدة، هناك رسائل الآن خرجت إلى العلن من وزير النفط ومن شركة النفط اليمنية تتهم السلطات الحكومية بأنها يجب عليها. نعم طيب دكتور، يعني حتى نستفيد من الوقت، يعني برأيك ما هو الحل لما يحدث من ضغط شديد على المواطن؟ لنفترض يعني كان في بداية الأزمة كان هناك من يتحدث عن مقاطعة شراء البترول وركن السيارة ونحاول أن نتدبر الحياة بدون سيارات حتى يعلموا أننا يعني لسنا خاضعين لهم، هل تجد أن هذا حل ممكن أن يجدي؟ يا سيدتي هذا كلام لا مستحيل يا سيدتي. الآن أصلحنا مجتمع استهلاكي، هذا كلام لا يمكن، هذا حلول يعني مخيلة فيها نوع من الفانتازيا. يعني الحل الرئيسي يجب أن نضغط على سلطة الصناعة بأنها ترفع قرار التعويم وأنه يعود الكلام من جديد حسب قانون إنشاء وزارة النفط اليمنية الذي كان قائم به إلى قبل أن يمسك محمد علي الحوثي الحق، بأنه يعود من جديد كل عمليات شراء وبيع المشتقات النفطية يتم عن طريق شركة النفط وعن طريق اتفاقيات دولية بروتوكولات دولية مع الشركات المسطرة الدولية للنفط وبأسعارها العالمية مع توصيل CIF إلى ميناء التسليم بأسعارها العالمية، ويكون المواطن تحمل المسؤولية في شرائها بالسعر العالمي، وإحنا موافقين ما عندش مانع. نعم، لكن من أين سيسرقون بهذا الشكل؟ يعني أنت تقطع عليهم باب رزق كبير. أنا بقول هذا الكلام، إذا على المواطن ناسي، وأنا هذا الكلام أنا وجودي الليلة علشان بس الرسالة يسمعوا الناس المواطنين، أنا وجودي الليلة ليس للظهور فقط على إنه أنا موجود في قناة بلقيس، لا الناس كانوا أشبه التلفزيونات وقنوات والناس عارف الدكتور محمد الدين. أنا بقول الكلام هذا لأنه يجب، هذه رسالة للمواطن اليمني، رسالة كل مواطن يمني الآن يجب أن يتكلم وأن يقول لما يحصل في صنعاء ومن سلطة الأمر الواقع المجدد هذا غلط ويجب عليكم أن توقفوا هذا الكلام. وعلى فكرة الليلة هم عينوا نائب عام مثلا
أنا باسم المواطن اليمني نقرأ لكم أقدم بكرة الصباح دعوة ضد رئيس المجلس السياسي على صالح الصمار فيما يخص قرار إلغاء تعويض المشتقات النفطية، وأتمنى نعم. من النائب العام عندما يسمع كلامي هذا الليلة أنه يعتبره بلاغ. نعم. طيب أخيرا دكتور، يعني أنت كرمت على عجالة، نريد أن تحدثنا عن هل هناك من قيمة فعلية لوجود وديعة ب 2 مليار دولار كما تحدث الرئيس هادي أن على المملكة العربية السعودية دعم البنك المركزي بهذا المبلغ، هل سيحلحل الكثير من الأمور برأيك؟ والله شوفي الموضوع زي ما أنا قلت قبل 10 أيام على منبركم أنه نحن كنا نحتاج إلى ضخم، صح الآن إذا صدق الكلام وضخ بيكون كويس، ولكن هو لازم أعمل رسالة توصل للمواطنين ووصل للناس بالكامل. الريال اليمني هو في حالة عجز لأنه لا نملك إحنا سيولة تعويضية تسمى. الآن المبلغ 2 مليار هذا بالإمكان أنه يعمل عملية توازن وقضية العرض والطلب في السوق، وبالتالي يحقق ثبات للتسعيرة الموجودة الراوند 400 ريال، يعني حوالي 400 دولار ممكن يحقق لها ثبات، بس على شرط انه كل ما يتم شراءه من مشتقات نفطيه مستقبلا تتم عن طريق الشركه اليمنيه للنفط، ويتم عن تعويضها عن طريق دول مجلس التعاون الخليجي للكاش او عمله صعبه، لانه الكميات النفط اللي بنحتاجها سنويا توصل لحوالي 2 مليار دولار، ونحن في اليمن لا نمتلك هذه الامكانيات من العملات الصعبه، وبالتالي يجب تعويضها عن طريق الاخوان في التحالف العربي. بالاضافه وهذا اتمنى وكل ثقه انه حكومه بندر في عدن تقوم بالاصلاحات اللي انا حاولت ان اكتبها قبل حوالي 3 شهور في صحيفه الاخبار، ومن حوالي 12 يعني مقترح اتمنى ان يدرسها الاخ بندر وتوصلها الى مكتبه، بحيث انه يتم التعامل معها على اساس اصلاحات اقتصاديه اوليه. نعم. بوجود هذا الوديعه نعتقد انه سوف تستقر افضل، بس على اساس انه الاخوان من التحالف يرفعوا الضغط شويه عن الحكومه الشرعيه ويجعلوا لها دور في قياده عدن وقياده المشروع اليمني من جديد، واتاحت الفرصه للمؤسسات اليمنيه الناشئه في عدن باعاده يعني تصورها وامكانيتها في التعامل. اعتقد لو استقرت عدن واستقر الوضع الاقتصادي في عدن سوف نستفيد حتى لو كنا مضغوطين في صنعاء. هذه رساله للتحالف، اذا استقرت عدن واستقرت الوضع الاقتصادي واستقرت الدوله هناك سوف تستقر صنعاء وسوف يكون لها تاثير حتى على المستوى الحرب السياسيه وايضا الحرب العسكريه. اتمنى ان الاخوان في التحالف يستمعوا الى كلامنا هذا، لان سوف هذا يؤدي الى نتائج كويسه. واعتقد انه طالما انه الاخ بندار عاد الليله الى عدن هناك الوضع سوف يكون مبشر، واتمنى نتمنى ذلك. نعم. في الايام الجايه ما تكون الاوضاع افضل يعني. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزوب الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. اسمحي لنا استاذه نبيله انت والساده المشاهدين ايضا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذه نبيله. استاذه نبيله، استمعت لحديث الدكتور محمد الزوبه، تحدث عن يعني كثير من النقاط. الاشكاليه الكبرى تقوم بها سلطه الانقلاب، يعني كان هناك محاولات عديده لثنيها عما تصنعه في مساله وجود شركات كثيره هي من تقوم بمساله توزيع النفط، وهذه يعني كانت كارثه، وكلها شركات تابعه لهم للاسف الشديد، وهي من تقوم بكل هذا. ايضا ذكر ارقام مهوله تصل من ايران، وبالتالي ميزانيه عاليه تصلهم. المسألة مسألة تجارة، هذا ما هو واضح، ما تعليقك؟ أولا نحن يعني أمام سؤالين، يعني السؤال الأول يتضمن، نحن نعرف تماما أن هذه هي الوضعية التي منيت بها اليمن من أول لحظات الانقلاب العسكري والانقلاب المدني وكل ما تعنيه مضامين الانقلاب بعد الحوار الوطني. يعني الآن كل ما يتم الآن من قبل هذه سياسة الأمر الواقع أو شرعية الأمر الواقع أو يعني هؤلاء الانقلابيين، نحن نعلم هذه السيمفونية كامل أنها تحدث فعليا في اليمن من ذلك الوقت. ما هو، من الذي سيردع هؤلاء؟ من الذي سيقف حجرة عثرة في إتمام مشروعهم؟ من الذي سيقوم بهذا الدور؟ يعني هل مطلوب من التحالف فقط المناورات التي تتم بين الحين والآخر ومن ثم يستمر وقتا لهدوء تسوية الأوضاع ومن ثم تعود مرة أخرى الأوضاع والقصف يهدأ وهكذا، يعني كأنه في يعني مراوحة ما بين وبين حتى يعني تستمر الحرب؟ هذا هو الخيار. وهذه الضريبة التي قال عنها الأستاذ محمد أنه هناك كلفة باهظة يدفعها اليمنيين ولا يدفعها أحد غيرهم، يعني هذا هو الصحيح. وهناك من يعيش أو يقتات على هذا الوضع، يعني هناك أشخاص أو هناك هيئات أو جهات يعني ممكن تستفيد تماما من هذا، على رأسهم هؤلاء هذه السياسة الأمر الواقع، هؤلاء الميليشيا التي تقتات على أنفاس اليمنيين وما تبقى من نقول متدخراتهم أو مدخراتهم أو الأشياء التي يحوزها بعضهم، يعني الجباية والابتزاز حتى على مستوى دخول الطلاب أو خروج الطلاب من المدارس، يعني أو حتى إجبار المعلمين بدون رواتب لمدة أكثر من 9 أشهر، والآن سنة جديدة قادمة أيضا يدخلوا بطريقة مختلفة أيضا فيها نوع من الابتزاز. هناك يعني سياسة لابتزاز اليمنيين من كافة الجهات. هل يعني من سيقف أمام هؤلاء؟ يعني إذا حتى مسألة وصول 40,000 برميل من ميناء إلى ميناء رأس عيسى، نتساءل عن أين التحالف؟ يعني أنا كنت أريد أقول هذه النقطة حقيقة، التحالف أين هو؟ ونحن نعرف من أول اللحظات أن إيران تدعم هذا الطرف تماما، تدعمه سواء بالسلاح أو بغير السلاح أو بالتدريب أو بالأموال أو طيب مسمى التحالف أنه أتى من أجل حل اليمن بالنسبة لما يتعلق بالسياسة الأمر الواقع أو شرعية هؤلاء البشر الذين محسوبين يعني يمنيين مع الأسف الشديد. يعني طيب ما الذي قدمه التحالف حتى اللحظة؟ يعني ما الذي ممكن أن يقدمه التحالف إذا نفترض الآن في هذا الجانب الآن؟ يعني هل سيقدم التحالف شيء طالما هو قدم أو يعني تكفل على يعني بأنه يحمي اليمن من تيار قادم بهذا الفكر المتشعب المصالح؟ هنا نقطة مهمة أيضا، هل يمكن أن يتداعى هذا السؤال الثاني الذي كنت أريد أن أقول، هل يمكن أن يتداعى هذا الشعب بكل فئاته ويرفض ما يحدث لهم حاليا؟ نعم يعني هو ربما تطرق ذلك. أيوة دكتور محمد، يعني يجب أن أيوة يتم يعني الضغط على أيوة لابد أن يكون هناك ضغط. يعني أنا ما أتوقع أنه شعب برمته سيقوم بكل لكن فئاته، لكن أستاذ صحيح يعني هناك أي مخاوف، ربما أنت رأيت ما يحدث في الفيديو يعني الذي انتشر مؤخرا لشخص فقط تهمته أنه مقيم في السعودية وجاء لإيصال أهله، ممكن لأنه شخص، لكن إذا أنا أتكلم على مجتمع يتحرك بأكمله، يعني نحتاج، صحيح ان هذه الصوره قد تكون خياليه او مثاليه، لكن نحن بحاجه الى هذا النفس من المقاومه او الى هذا النفس من رفض ما يحدث حاليا، يعني حتى يعني
نعم لا نريد أن نقول نساعد التحالف حتى يختار خيار. ربما شاهدنا رفض المعلمين لعدم استلامهم لحقوقهم، وأيضا وجدنا هناك يعني كثير من التعسف تجاه كثير من المعلمين، تم الفصل، تم لكل من طالب بحقه تم الاستبدال وتم التهديد كثير منهم. يعني لو تحدثنا عن التعليم أستاذة نبيلة، هذه كارثة حقيقية. يعني يأتي عام جديد، يعني نحن أنا مثلا أسأل أهلي الموجودين في صنعاء هل يدرس الأطفال، ماذا يصنعون؟ تقول يعني يقولون حصتين ثلاث ثم يعودون. الحصتين ثلاث تدرس إما من مدرس بديل أو مدرس يرفض الانقلاب والبقية يعني يرفض الإضراب والبقية لا يأتون. فكرة الذهاب والإياب هذه أمام المجتمع الدولي، ربما أن التعليم مستمر لا أحد يدري، لكن في الكواليس ما الذي يحدث؟ لا تعليم حقيقي يحدث في المدارس. هذه كارثة يعني قادمة على جيل المستقبل. هناك أولا هناك عودة بالتعليم إلى ما وراء المئة أو الألف عام. يعني هناك سياسة لإخفاء العلم والتعليم، ويعني لأن هؤلاء أعداء منظومة العلم والتعليم الحقيقة، يعني فالعودة بهم إلى خلف الأفق في هذا الجانب، هذا هو الأمر الواضح والعيان. الأمر الآخر، هناك أيضا تمييع للحق العام لليمنيين في حصول أبنائهم على خط منظم ومرتب ومدروس للعملية التعليمية، فضلا عما تم من تبديل وتغيير في 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 المناهج. يعني فالذي يدرس منهج مشوه، يدرس منهج مبرمج على استراتيجية هذا فكرها هؤلاء الذين يسوسون البلد في هذا الوضع الحالي. إلى جانب أنه مطلوب إذا أنت تريد أن تتعلم أن تدفع كلفة باهظة جدا حتى تستمر. يعني الأب الذي حريص على ابنه يتعلم، هو لابد أن يستغني عن أحد الثلاث الواجبات إذا لم تكن قدر الآن واجبة. يعني يا إما يستغني عن نصف الغذاء حتى يستكمل ابنائه التعليم. نعم. الموجة أستاذة نبيلة، يعني لا رواتب تسلم للموظفين، ويطلب منهم أيضا دفع رسوم، يعني على الأقل الموظف لديه ثلاثة أربعة بالأقل يعني في المدارس. كيف تطلب مني أن أدفع لك ثلاثة أربعة ألف شهريا وأنا لا أمتلك راتبي ولا أمتلك ما أكله؟ يعني هناك ألاف الأسر العزيزة والتي كان ربما دخلها كبير أو متوسط انهارت تماما منظومتها الاقتصادية. يعني كيف يمكن برأيك التخفيف على مثل هؤلاء الناس الذين يعني لا أحد يعلم بوضعهم؟ مسألة التكافل الاجتماعي، مسألة الأهل، مسألة كيف يمكن أن هو أساسا هناك تجاوب. يعني مع كل مشكلة أكيد في التجاوب، لكن إحنا نتكلم على يعني الحلول الجذرية، يعني الحلول الكاملة والسليمة. هذا حل دولي، هذا حل حكومة، هذا حل منظومة شرعية يعني يهمها يعني الدولة هذه تعود إلى الحياة الطبيعية وترشد فيها الحياة بشكل مستقيم ومستمر وبشكل مستنير. هذا هو الصحيح. لكن الحلول البسيطة هذه والتكافلات وجمعيات ويعني هذه لا تبدي، ليست حل. يعني إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا التربوي عبد العالم القدسي من صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد العالم. أهلا بك أستاذ عبد العالم. نود أن تنقل لنا صورة وضع المدارس والمدرسين خلال هذا العام في أمانة العاصمة. والله بالنسبة لوضع المدارس يعني في هذه الأيام، يعني الحمد لله يعني ماشي على خير ما دام، والتدريس مستمر في المدارس يعني تماما يعني بنسبة 80% متواجدين. رغم الظروف يعني نلاحظ أنه يعني المدرسين متقنين في أداء عملهم رغم انقطاع الرواتب والمشكلات التي تواجه البلاد في هذه الأيام. نعم. هل هناك إضراب كلي أو جزئي من قبل المدرسين أو بعضهم؟ والله الآن ما في شأن إضرابات، يعني كانت من قبل بدأتها كذا، بعدين أوجدوا بعض الحلول ونتمنى أنه يعني تستمر هذه الحلول التي اتفقوا عليها مع نقابة المعلمين. وأما حاليا في الإضراب لا يوجد، فأنا أجد يعني أنه المدرسين مهتمين بأبنائهم الطلاب، وأكون إنهم يعني كل واحد يفكر إنه ابنه في هذا المجال، فما معنى إلا إيش مقدم لهذا الوطن أننا نعطي ونبذل. يعني
لكن هناك الأخبار يعني تصلنا أن الطالب يذهب ويخرج من المدرسة الساعة 10، 10:30 صباحا، يعني لا يتلقى حصص أو يوم تعليمي كامل. والله يعني مش كل المدارس، في بعض المدارس بحيث أنه مثلا يعني بعض المدارس يعني الذي يعني مثلا المدرسين من مناطق أو من محافظات أخرى لا يتمكنوا من الوصول إلى المدارس هذه لتغطية العجز. نعم، إذا هل تم تسليم نصف رواتب لكم أستاذ عبد العالم؟ نعم، تم تسليم نصف رواتب لنا في هذا الشهر السابق يعني. نعم، إذا لو حدثنا عن يعني هناك وثيقة خرجت يعني أن السلطات تطالب الطالب بدفع رسوم شهرية كراتب للمعلم، هل تتوقع يعني هل فعلا حدثت هذه، تم تفعيل هذه الوثيقة فعليا وتم مطالبة الطلاب بدفع 1000 شهريا على كل طالب؟ والله كان يعني هذا مقترحات ولكن لم تنفذ، حيث يعني اجتمع من الناس من الوزارة وقالوا انه لا يجوز ان نحمل ابنائنا الطلاب، فهم في الاول والاخير يعتبرون من ابنائنا، من اين يعني بيدبر هذا الطالب الألف ريال شهريا؟ لانه يعني اجينا ندرس عنه مثلا في بعض الاسر معه 3، 4 إلى 5 اولاد، نعم. يعني ما بيدبر هذه الاشياء، فرجعوا الى حلول غير هذه الحلول، انه يتم عنا طريق يعني اشياء اخرى. طيب يعني برايك كم، هل لديك يعني نسبه تقريبيه عدد المدارس التي تسير فيها العمليه التعليميه بشكل كامل؟ والله يعني النساء الان بالذات في اماكن العاصمه يعني نسبه يعني 80%، وكذلك في المحافظه على ما زرت انا بعض المدارس يعني 80% فاكثر. نعم، اذا شكرا جزيلا لك عبد العالم القدسي التربوي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. اعود اليك استاذة نبيلة، يعني كثير يعني تحدثوا عن ان الوضع ليس مثالي 100% في المدارس، الاستاذ عبد العالم تحدث عن 80% من المدارس التي تسير فيها العمليه التعليميه، يعني هل يعني حسب حديث الاستاذ عبد العالم ان نقابه المعلمين تم الاتفاق ببعض بايجاد بعض الحلول للمدرسين، هل تجدين ذلك مقنعا يعني او كافيا؟ اولا انا مشهد المدارس وانه شهريا الطالب يدفع 1000 ريال او يدفع 500 او يدفع مبلغ يذكرنا بالمعلامه زمان، يعني لما كانوا يجيبوا يعني حبه بيض، ايوه يعني عشان يعني المعلم هذا يقوم بالمهمه التعليميه، هذا جانب، يعني كان احنا فعلا نعود الى ما وراء التاريخ الحقيقه، يعني هذا جانب. الجانب الثاني أنا لا أتوقع الحقيقة يعني هذا الرقم يعني ممكن يكون شوية مبالغ فيه، 80% من استقرار التعليم في المدارس بالذات في صنعاء تعز الحديدة عدن، هذا يعني وإنه عد يعني هذه رقم مبالغ فيه، لأنه فعلا الوضع مأساوي، يعني الوضع فعلا هناك من يدرس 3 حصص أو أمانة العاصمة، أيوة هناك فعلا استياء كبير جدا من طريقة التدريس، لأنه هناك يعني ما يشبه ب كلفة يعني هكذا يعني نستطيع نقول، أو أنه فعلا انحراف كبير جدا في مسار العملية التعليمية يعني بهدفها ومضمونها وآليتها، ويعني هكذا أشعر أنه المدرسين الحقيقة يعني هذا كما وصل لي أكثر من مرة أنه يعيشوا فعلا وضع يعني مفروض هم من تلقاء أنفسهم لا يستطيعوا أن يتجاوبوا مع أي عملية تعليمية بشكل يعني بشكل مهني، يعني لأنه في هناك يعني ضغوطات، هناك مضايقات، هناك أبناء هؤلاء المعلمين أساسا طلاب، يعني فأنت يعني هناك فنون في تعذيب بنية الإنسان اليمني داخل اليمن بشكل يعني لم يحدث ولا في أي بلد الحقيقة، يعني نعم. إذا يؤسفنا أن يصل الحال باليمن واليمنيين إلى هذا الحد، ونأمل من الله أن يفرج على اليمنيين وينهي الانقلاب الذي هو المتسبب الرئيسي لكل ما يحدث لليمنيين. شكرا جزيلا لك، تفضلي. ولكن هناك واجب على الشرعية، نعم، أيوه. لابد بحكم أنها تقبلت أن تكون أمام الله هي المسؤولة، وما زال اليمنيين على حتى هذه اللحظة يتمسكون بهذه الشرعية يجب ألا تخذلهم. شكرا أيوه. جزيلا لك أستاذة نبيلة سعيد الصحفية والناشطة الحقوقية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.